بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله المنفرد باسمه الأسمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مغنى، وسع كل شيء رحمة وعلما، وبعث في الأميين رسولا من أنفسهم عربا وعجما، زكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، وفتح به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما. وأحمد الله تبارك وتعالى الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، الذي سجدت له جميع مخلوقاته، وأقرت له بالوحدانية جميع مصنوعاته. وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنقذنا من هول المطلع والحساب، وتهيئ لنا زلفى وحسن مآب. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. تحية طيبة مباركة نحييكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد نفيسة العلوم السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، واليوم الثاني من الأسبوع الدعوي من هذه الرحاب الطاهرة، وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تنظمه وزارة الأوقاف، وذلك برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وهذا اللقاء يحمل عنوان فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء المبارك فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، والمبتهل الشيخ أحمد عبد الباقي راشد، ومعنا أيضا متحدثا الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور على الله شحات الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. كما يحضر معنا أيضا كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة لمديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود حلمي مسؤول الإرشاد ونشر الدعوة بأوقاف القاهرة، والشيخ جمال إسماعيل حسن مدير إدارة أوقاف جنوب القاهرة، والشيخ علاء الدين سليمان مفتش المساجد بإدارة جنوب القاهرة، والشيخ محمد محمود العدل إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة. وخير بداية لفقرات هذا اللقاء المبارك القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله كفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره more.
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق لقوم يعلمون من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه أجر ومن استنصر به نصر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ طه النعماني والتي كانت خير بداية لفقرات هذا اللقاء المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. إخوة الإيمان، إن الصلاة على النبي تعد أمرا إلهيا ورد ذكره في القرآن الكريم،
إذ خاطب الله تعالى المؤمنين في كتابه الحكيم في أكثر من آية وأكثر من موضع ليحثهم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الحق تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول العلماء: الصلاة على النبي من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن المؤمنين دعاء. فالمطلوب منا أن ندعو الله أن يزيد من تعظيمه وإكرامه للنبي صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ونتابع مع هذا اللقاء المبارك ونستمع إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهنئ هذه البلدة الطيبة التي آوت آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن المحنة، وإذا بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرسون مصر ويحفظونها من الأخطار المحدقة بها في كل محنة، فكانت هذه بتلك، والفضل في الثانية أعظم. وإذا كنا في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي إطار رعاية وزارة الأوقاف ووزيرها والقائمين على أمر الدعوة في محافظة القاهرة، نلتقي حول قضية قال أحد الشعراء فيها: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل، إذا ذكرت محمداً رأيت دموع العارفين تسيل. هذا هو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول آخر: أدم الصلاة على النبي وآله، فقبولها حتماً دون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. حول هذا العنوان الطيب المبارك، فضل الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدور هذا اللقاء. وإذا كنا قد سمعنا الآية الوحيدة التي ورد فيها الأمر بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وأخبرنا الحق فيما نحفظ جميعا بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نحن أمام صلوات على سيدنا رسول الله، منها ما صدر عن الله ويصدر ولا يزال، ومنها ما يصدر عن الملائكة، ومنها ما أمرنا نحن به ما دمنا على قيد الحياة. واللقاء لا يأذن أن أتناول الجوانب الثلاثة، ولكني بتوفيق من الله وأسأل الله التوفيق، سأتناول جانباً واحداً من جوانب الصلوات الثلاث،
وهي صلاة الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة الله على سيدنا رسول الله لها معان تبلغ حدا في الكثرة كما قال المتكلمون، منها إعلاء الشأن والقدر، منها رفع المنزلة والمكانة، منها صبغ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبغة الرحمة، معان كثيرة، ولكني سأشير إلى معنى واحد وهو صلاة الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد رسول الله، وصلاة الله على سيدنا رسول الله حال حياة سيدنا رسول الله، وصلاة الله على سيدنا رسول الله بعد ملاقاة سيدنا رسول الله لمولاه، وصلاة الله على سيدنا رسول الله يوم نلقاه في الآخرة إن شاء الله. أشرح ذلك على النحو التالي: أولاً، قلت إن صلاة الله على رسوله هي إعلاء قدره وشأنه إلى آخره. إذا ما قرأنا القرآن بهدوء وجدنا أن الحق سبحانه وتعالى قد أخبرنا أن علم الأنبياء والمرسلين برسول الله كان متوفراً قبل أن يولد رسول الله، والدليل على ذلك ما ورد في قول الحق وهو يخبرنا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول المفسرون: ما بعث الله نبياً قبل سيدنا رسول الله إلا وأخبره أنه سيرسل نبياً اسمه محمد قائلاً له: إن بعث وأنت حي فاتبعه واقتفي أثره، وإن لم يبعث وأنت حي فأمر قومك أن يؤمنوا به إذا بعث وهم على قيد الحياة. هذا نص مجمل، ولكن الحق فصل ذلك حين أخبرنا أنه أخبر موسى وأنبياء بني إسرائيل بأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشأنه وصفته وسمة أمته، وقد وردت الإشارة إلى ذلك صراحة إما في سورة الأعراف في قول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم فين؟ في التوراة. إذن موسى عليه السلام وكل من تبع موسى عليه السلام عنده علم بسيدنا رسول الله، إعلاء لقدره، وقد سمعنا الآيات المباركات التي تليت في هذا اللقاء: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، ثم قتلى في الثانية قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى قوله: ذلك مثلهم في التوراة. فأعلى قدر رسول الله قبل أن يخرج رسول الله إلى حيز الوجود، وبين موسى وعيسى عليهما السلام 1300 عام، كان العلم برسول الله متوفرا عند أتباع بني إسرائيل، حتى جاء عيسى عليه السلام بعد موسى 1300 عام، فإذا به يذكر بني إسرائيل
بما توفر عندهم علم به على لسان موسى، وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة أي بالبشارة بسيدنا رسول الله. ثم أعادها بيانا وإفصاحا بقوله: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وبين سيدنا عيسى وسيدنا رسول الله 600 عام تقريبا، وبين موسى وعيسى 1300 عام. إذا نحن أمام 1900 عام كان قدر رسول الله مرفوعا عند بني إسرائيل. ولهذا أخبرنا الله بقوله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل يحتاج أي إنسان إلى دليل يستدل به على ابنه؟ هل إذا ضل ابنك بين طلاب المدرسة أجمع تجهله أو تبحث عنه لأنك لا تميزه؟ كلا، بل إن أحد الصالحين قال: والله إني لأعلم برسول الله من علمي بابني. قيل له: كيف؟ تقول: أعرف رسول الله أكثر مما أعرف ابني. قال: نعم، لأن الذي أخبر عن نبوة رسول الله هو الله، وأما النساء فلا ندري ما يصنعن من وراء ظهورهن، أي لا قدر الله لعلها احترفت أو انجرفت أو كذا فأتت بولد نسب إليه ولم يقم منه، فعنده قليل من الشك في حق معرفته ببنوة ابنه، وهو على يقين تام في علمه بأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم أظهر الله صلاته عليه برفعة شأنه وقدره في مواطن تبلغ حدا في الكسرة، حصرها غير مستطاع في مثل هذه اللقاءات، ولكني سأشير إلى نقاط محددة. النقطة الأولى: أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بمنزلة سيدنا رسول الله عنده من خلال التكاليف الشرعية، والدليل على ذلك ما يلي: جوهر الاعتقاد عندنا أن نجمع بين أمرين في وقت واحد، أن نعلنها واضحة صريحة: أشهد أن لا إله إلا الله، ولا بد أن تقرنها بقولك: وأشهد أن محمد رسول الله. لأنك لو قلت أشهد أن لا إله إلا الله ووقفت عندها فقد صرت مساويا لليهود، فهم يشهدون أن الله واحد لا شريك له. الذي يميزنا عنهم أنك تقرن شهادة التوحيد بالشهادة لسيدنا رسول الله، وأنت حين تقول أشهد أن محمداً رسول الله الشهادة ناتجة عن رؤية بصرية أو عن بصيرة قلبية أو عن نور رباني يقذفه الله في قلب من شاء، فكأنك قد عاينت نبوة رسول الله بنور العين ونور القلب ونور البصر والبصيرة، فلا تقول رأيت ولا عرفت، ولكن تقول أشهد أن محمد رسول الله. مظهر ثاني، وهو أن كل أتباع الرسل الأربعة الذين لهم أتباع على ظهر الأرض، وهم إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وسيدنا الإمام محمد صلى الله عليه وسلم، الصابئة يدعون الانتساب أو يدعون الانتساب إلى إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام منهم براء. وأما اليهود
فيدعون الانتساب إلى عيسى عليه السلام، إذا أرادوا أن يدعوا إلى صلواتهم فإنهم يستخدمون بوقاً ينفخون فيه ليجمعوا الناس إلى الصلاة، لا في دعوتهم للصلاة ذكر لله ولا ذكر لموسى ولا لأحد من رسل الله. أتباع عيسى عليه السلام إذا أرادوا أن يدعوا إلى صلاتهم دقوا النواقيس، لا يدعون أيضاً الله ولا يذكرون اسم عيسى عليه السلام، وإنما اتخذوا ذلك شعاراً. أما نحن المسلمين فقد شاء الله أن يصلي على رسوله بأن يعلي قدره، وذلك بأن يجعل اسمه مضافاً إلى اسم الله في الآذان حين يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. ولهذا نظم ذلك حسان بن ثابت وهو يمدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أغر عليه النبوة خاتمه، نور من الله يلوح ويشهده، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه. إذا قال المؤذن في الخمس أشهد وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. إعلاء لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا ذلك واضح في سورة الضحى، وعندنا ذلك واضح في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. أي لا يقال بشهادة التوحيد في نصفها الأول، وإنما لا بد من الجمع مع تمامها. وختام كلمتي أننا حين نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأننا نعلم علم اليقين أن من قدم لنا معروفاً ينبغي أن نشكره أو أن نكافئه أو أن نرد إليه معروف، ولكن لأننا لا نملك نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نملك أن نكافئ رسول الله لما قدم، ولا نستطيع أن نجازيه عما قدم، فإننا نتوسل ونتوجه ونتضرع إلى الله أن يكافئ بالنيابة عنا رسول الله. ولهذا لا أقول أنا أصلي على محمد، ولكن أقول اللهم صل على سيدنا محمد، أي اللهم كافئه بما قدم لي وقدم لأتباعه وقدم لأمته، فأنا عاجز يا رب عن أن أكافئ رسول الله بما قدم، فكافئه يا رب بما قدم. وفي الختام إعلاء قدره كما قلت ليس قاصرا على الدنيا، بل إعلاء قدره أيضا موجود في الآخرة. من ورد عنه في الحديث أنه أول من تنشق عنه الأرض، من ورد عنه في الحديث أنه أول من يفتح حلق الجنة، من ورد عنه في الحديث أن كل الأمم تطلب شفاعة فيعجز أنبياؤها عن تقديم الشفاعة قائلين لأتباعهم: اذهبوا إلى محمد فهو الذي قد أعطي إياها. ولهذا حين نقول إن صلاة الله على سيدنا رسول الله هي رفع قدر رسول الله في الدنيا، وهي رفع قدر رسول الله في الآخرة. وفي الختام هنيئاً لي وهنيئاً لكم إذا تحقق لنا والله ولو لمرة واحدة وعد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: من صلى علي صلاة صلى عليه الله بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى عليه الله بها مئة.
ليتني وإياكم نلقى الله وقد صلينا على رسول الله بإخلاص وحب وشوق ليصلي الله علينا صلاة لو نزلت في ميزان حسناتنا لطاحت كل السيئات أمام صلاة الله علينا، فصلاتنا على رسول الله لنا وليست لرسول الله، وهي إعلاء لقدرنا وليست انتقاصا من قدر رسول الله، لأنه لا يعلم قدر رسول الله إلا الله. فاجعلوه ذكرى واجعلوه فكرة واجعلوه أنيسة، واعلموا والله أن بالصلاة على رسول الله تقضى الحوائج وتفرق الكربات وتذهب الهموم والغموم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا، يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا، لك يا رسول الله صدق محبة وبفيضها شهد اللسان وعبرا، لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة من على وجه الثرى، لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغير، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة المباركة من الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين السابق بجامعة الأزهر الشريف، والتي كانت ضمن فقرات هذا اللقاء المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. إخوة الإيمان، ونستمع الآن إلى هذه الكلمة المباركة من الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنقذنا الله به من النار وهدانا به من الضلالة وعصم أرواحنا وأبداننا وأولادنا وأعراضنا به صلى الله عليه وسلم، فوجب علينا أن نعظمه وأن نوقره لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، هذا خاص برسول الله، وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا خاص برب العزة سبحانه وتعالى. تأملنا نصوص القرآن فوجدنا أن الله يقول مرة: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، ووجدنا أن الملائكة تصلي على المؤمنين، ووجدنا أن الله قد أمرنا بالصلاة على رسول الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ووجدنا أننا عندما نصلي على رسول الله أننا نسأل الله ونطلب من الله سبحانه أن يصلي على رسول الله. فأما صلاة الله علينا فمعناها الرحمة، أن الله يرحمنا، وصلاة الله علينا ثناؤه علينا، فمن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وصلاة الله على الناس معناها أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وأما صلاة الملائكة على المؤمنين فهي استغفار للمؤمنين ودعاء للمؤمنين، وأما صلاة الله على رسوله
فهي ثناء الله على حبيبه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وذكره بأعلى المحامد والأوصاف. وأما صلاتنا على رسول الله فهي شكر ووفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقف الإمام السمرقندي وذكر ذلك في كتاب تنبيه الغافلين، قال: تأملت أفضل الطاعات. ما هي أفضل الطاعات؟ قال: فوجدت أن كل طاعة تكون من جهة واحدة، من جهة العبد إلى الله، إلا الصلاة على رسول الله فإنها تكون من جهتين، من جهة الله أولاً ثم من جهة المؤمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذه هي الجهة الأولى. ثم تأتي الجهة الثانية: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلذلك أفضل الطاعات هي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل القاضي عياض في الشفاء عن الإمام ابن عطاء الله السكندري أنه قال: للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات. هذا الدعاء الذي ندعو به لكي يستجاب له أركان وله أوقات وله أسباب وله أجنحة. قال: فإن تحققت أركانه قوية، وإن تحققت أجنحته صعد إلى السماء، وإن تحققت أسبابه فاز، وإن تحققت أوقاته نجح. ثم قال الشيخ ابن عطاء الله: فأما أركان الدعاء التي بها يستجاب هي الخضوع والتذلل لله والاستكانة لله سبحانه وتعالى، وأما أجنحة الدعاء التي بها يصعد إلى الله فهي الصدق في الدعاء، وأما أوقاته التي يستجاب فيها ففي وقت الأسحار وبالأسحار هم يستغفرون، وأما أسبابه لكي ينجح فهي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء عن سيدنا عمر أنه قال: بلغني أن الدعاء يحبس بين السماء والأرض، يعني لا يصعد، حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الدعاء أن الذي يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بارًا بوالديه. وكيف ذلك؟ فقد جاء في الحديث: إن الله وكل بقبري ملكًا يبلغني من صلى علي، هذا فلان ابن فلان قد صلى عليك يا رسول الله. فذكر اسم أبيك عند رسول الله هذا من باب البر بوالديك. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أسلم عليه. قال الإمام السخاوي: هذا صريح في حياته صلى الله عليه وسلم، وأنه حي يرزق في قبره، وأن الأرض لا تأكل جسده الشريف. وأما رد الله علي روحي فقد فسرها الإمام السيوطي، قال: أنه يستغرق في حال قدسي في الملأ الأعلى، فإذا سلم عليه أحد من المؤمنين رد الله عليه روحه، يعني خرج من هذا الحال الشريف إلى حال آخر ليرد عليك السلام. وإذا كان الشهداء في قبورهم أحياء فما بال الأنبياء؟ وقد نقل الإمام السخاوي عن حمزة الكناني، وهذا من باب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يكتب حديث رسول الله الحديث الشريف، فكان إذا كتب قال صلى الله عليه ولم يقل وسلم، وظل على ذلك فترة طويلة حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا يقول له ويعاتبه: يا حمزة، ما لك لا تتم الصلاة علي؟ قال: فما تركت بعدها أن أكتب صلى الله عليه وسلم.
فهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله بتعظيمه وتوقيره. وقد جاء عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بستانا فسجد ثم أطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض، فجاء لرسول الله ليحرك، وجاء من الخلف، فلما وضع يده على رسول الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يره، يعني رآه من خلفه لأنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، قال له: ما لك يا عبد الرحمن، وهو خلف رسول الله، ما لك يا عبد الرحمن؟ فقال: يا رسول الله ظننت أنك قد قبضت. فقال: يا عبد الرحمن، إن جبريل عليه السلام قد جاءني وقال لي: يا رسول الله، ألا أبشرك؟ إن الله يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. فأكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان المجلس تيرة عليهم يوم القيامة، فإن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وآخر ما أقول أنه قد جاء عن الإمام الطحاوي أنه قال: يجب الصلاة والسلام على رسول الله عند سماع ذكر رسول الله. وقد كان الإمام مالكا رضي الله عنه وأرضاه إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه واخضر، فلما عوتب في ذلك قال لتلاميذه: والله لو رأيتم ما رأيت ما أنكرتم علي، لقد رأيت محمد بن المنكدر وكان سيد القراء، كان إذا ذكر اسم النبي بكى حتى نرحمه من كثرة البكاء. فصلوا وسلموا على رسول الله، أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وفي هذا المقام المبارك ومن رحاب السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور عبد الله شحاتة الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، والتي كانت ضمن فقرات هذا اللقاء المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. ولد الحبيب فأشرقت شمس الهدى، هبة السماء لنا وجل عطاؤه، بدر أضاء المشرقين بنوره وتعطرت لقدومه الأجواء، رباه بارئه فكان لنا هدى، بهر النجوم جبينه الوضاء، هو أسوة في كل ما قد قاله، به يقتدي وبفعله النجباء. صلوا عليه كما يصلي ربنا، إن الصلاة على الحبيب دواء. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، هيا بنا في هذه الليلة المباركة نرفع أكف الضراعة
ونستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ أحمد عبد الباقي راشد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا واحفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين يا مثل شمس
في ضحاها هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد صلى الله عليه وسلم. الحبيب مولاي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما، وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الابتهالات الدينية من المبتهل الشيخ أحمد عبد الباقي راشد، والتي كانت ختاما لفقرات هذا اللقاء المبارك الذي نقلناه لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. ولكم تحياتي خالد عبد القادر الزنفلي، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.